عليا بتاريخ آخر من الكفاح البطولي نتعرف على أبرز ملامحه من التقرير التالي. تتجول في الإسماعيلية، ومن تصميم عمارتها ستعرف أن انبهار الخديوي إسماعيل بأوروبا كان له أكبر الأثر في تخطيطها، لنكون أمام قطعة من مدينة النور باريس العاصمة الفرنسية، مدينة منذ 156 عاما أنشئت ولا تزال تحمل روح الخديوي، مركز عمراني تدار منه دفة الممر الملاحي العالمي. ولتعلم مدى أهميتها عند الخديو فركز في اسمها المشتق من اسمه. إحدى مدن القناة بنيت على الضفة الغربية من بحيرة التمساح التي تعتبر جزءا من ممر القناة، تقريبا في منتصف المسافة بين بورسعيد شمالا والسويس جنوبا. أنشئت المدينة مصاحبة لافتتاح قناة السويس في 1869، واستعان في تشييدها ببعض المعماريين الفرنسيين الذين شيدوا قلب عاصمة النور لتخطيط الإسماعيلية. التخطيط لإنشاء باريس الصغرى تم في مايو 1863، وكان أول مبنى صمم فيها كان قصر الخديوي إسماعيل، وثانيها كان مبنى استراحة المهندس الفرنسي دي ليسيبس، ليتوالى بعد ذلك إنشاء بقية المباني منها مبنى إدارة قناة السويس الملاصق لفيلا المهندس ليسهل عليه متابعة حركة السفن في المجرى الملاحي. تاريخ مصر يحكي عن ثبات المدينة، ليأتي الاعتداء الإسرائيلي على سيناء في يونيو 1967، وقصفت مدن القناة، وتوقفت الملاحة بقناة السويس، وهجر أهالي المدينة كبقية مدن القناة إلى محافظات أخرى، لكن الوضع تغير مع انتصار أكتوبر وعودة المهجرين إلى موطنهم الأصلي، فلم يكن هناك مكان إلا وكان شاهدا على الدمار لترمم المباني وإن شاب بعضا منها التغيير. واليوم الإسماعيلية وهي تشهد على افتتاح القناة الجديدة تدشن معها مدينة الإسماعيلية الجديدة لخدمة العاملين في قناة السويس وسيناء، أكبر مجمع سكني يقام على مساحة 4927 فدانا. يتغير التاريخ وتتوالى الأحداث، وتظل الإسماعيلية الشاهد الأكبر على أحداث المحروسة المهمة والمؤثرة، ربما هذا قدرها.